ازيكم يا مواليد برج القوس؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الجمعة 23 سبتمبر أيلول 2022. هتعم أجواء من الارتياب، هتستوجب منك انك تاخد موقف. هتلاقي النهاردة صعوبة في انك تتخلى عن طريقة تفكيرك اللي بتعتبر معتادة بالرغم من كل العواقب السلبية اللي ممكن تبقى نابعة من ماضيك، ومع كل ده هتحاول انك تبقى متفتح اكتر علشان تتمكن من انك تعدي كل المصاعب وكل العراقيل بليونة وسهولة. ممكن يبقى بيتأثر جسمك لو كان الضغط عليه بيزيد. بالنسبة لك مهنيا، ببشرك اليوم ده بفترة مميزة هتكافئ فيها خلالها على كل جهودك اللي قبل كده لو وجدت حلول لبعض المشاكل القديمة. بالنسبة لك عاطفيا، بوادر حلول لأزمة هددت علاقتك بشريكك وضعتها على شفرة الهاوية، لكن في مبادرة صغيرة منك هتعيد تصويب الأمور مرة تانية. بالنسبة لك صحيا، هتبقى مرتاح نفسيا وجسديا بعد السفر اللي انت قمت بيه في عدد من الدول في الفترة اللي فاتت. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، عطارد لا يزال يرجع للوراء، بنتقل مرة تانية لبرج العذراء، وده هيخليه لحد يوم 10 اكتوبر. على الرغم من انه تراجع عطارد هينتهي في 2 اكتوبر، هتميل فترة الزئبق العكسي لانها ترسلنا للماضي علشان نحصل على كتير من المعلومات اللي بتعتبر مخفية. مع رجوع عطارد في الفترة دي في برج العذراء، ممكن نبقى بنبص للقرارات اللي عندنا والأفكار اللي بتبقى سابقة من منظور جديد، وممكن يبقى مستنير أكتر. علشان كده هنكون بنحلل وننقد بشكل خاص. ممكن نتجاوز كل ده، هنميل إننا نرجع نفسنا لمشاريع سابقة ونسقلها بشكل كبير، هنعدلها. ممكن نشعر بأننا عالقين في الماضي حتى لو كنا بنعيد ده باستمرار، مش هنشعر بالرضا عن النتائج. ممكن تكون بتفيدنا في الأفكار اللي فاتت، هنعيد تدويرها بطريقة جديدة. الوقت مناسب علشان تراجع بيها كل الأعمال الحديثة اللي احنا كنا دايما بننشغل بيها بشكل كبير، لحد ما يدخل القمر برج العذراء في وقت مبكر من اليوم ده علشان نصحح بيه عاداتنا الروتينية.